يعني بالحقيقة بطولة العالم اللي صارت في تايلاند عند أحد اللاعبين، نعم، اللي أوجه له التحية، البطل علي الكناني، أكيد كل التحية، كان مرشح للميدالية الذهبية بطولة العالم باعتبار أنه لاعب عنده إمكانية فنية عالية، وقدر يتغلب على أول مباراة مع لاعب جنوب أفريقيا كان من أقوى الخصوم. لكن القرعة الثانية بالنزال الشبه أنه أوقعتها مع لاعب الكيان الصهيوني. أها. فأعلننا حقيقة انسحابنا مع عدم التباري مع هذا الكيان، باعتبار أنه أول شيء الدستور العراقي ينص على هذا الشيء. ما يعترف بهذا. ومجرد أنه نقبل نلعب وياه هو اعتراف به كدولة، لكن إحنا ما نعترف به كدولة. واعتقد نال وسام الشرف اللي بصراحه ايه لما وقع، يعني وقعت القراءه انه اللاعب العراقي ضد لاعب الكيان الصهيوني، هل يعني انتم قلتوا للاعب لو هو صار اتفاق جماعي مباشره؟ لا بالحقيقه هو اول شيء احنا هذا قرارنا مسبق يعني بهذا الموضوع، لكن انا كرئيس اتحاد تحدثت مع اللاعب شخصيا، ومثل ما اتوقعت أنه يحمل فكر متميز ووطنية عالية، فقال أنا شلون ألعب ويا كابتن؟ إذا بس ألعب ويا راح يرفعون العلم مالهم والعلم مالنا، وأنا راح تربي دولة، إضافة إلى راح يكون تطبيع بالموضوع، وهذا مرفوض جملة وتفصيلة. قلت له راح تنحرم الميدالية، والميدالية هاي إلك بيها فائدة يعني مادية ومعنوية وكذا. قال أنا خلنا نحرم من كل شيء ولا اتنازل وياه، والحمد لله والشكر بعد عودتنا للعراق نال استحسان كبير يعني من قبل شخصيات سياسيه ودينيه. واحد الشخصيات حقيقه اللي بعث على اللاعب وكرمه تكريم لائق هو سماحه الشيخ امام حمودي، اللي اوجه له كل التحيه والاحترام، واللي كان سبب رئيسي ب رزقه ورزق عائلته، وقدر انه يحصل له تعيين ويفرغ عن الرياضه ويمارس رياضته بصوره صحيحه. والان اللاعب ايضا يستعد لبطوله العالم اللي راح تصير بابو ظبي يوم 26/5 وعلى استعداد كامل. اريد اوقف لك النقطه انه هو كان ما يمتلك عمل. والله هو بصراحه هو العمل مو عيب، لكن هو كان يبيع يعني يبيع فواكه ومخضر عنده، نعم، وسطيه، وظروفهم كانت تعبانه. كيف صار التواصل مع سماحة الشيخ؟ يعني قلت لك انه لو محصل على الميدالية الذهبية وكان بامكانه يحصل على الميدالية كان يحصل مردود ويحصل رزق، لكن منا ميدالية الشرف هذه نعتبرها واغلى من ميدالية ذهبية بطولة عالم، اتصلوا بعدة جهات فينا ومن ضمنها مكتب سماحة الشيخ امام حمودي، ودز علينا بمكتبه وكرم اللاعب، واتصل عمل اتصالات بعد انه شاف ظروف هذا اللاعب حقيقه ظروفه غير جيده، انه قدر يعينه في سلك وزاره الداخليه، ممتاز، وفي نادي النجده تحديدا انه كرياضي يمارس رياضته. والحد الان هو اللاعب، واحنا مدينين لسماحه الشيخ بهذا الموقف حقيقه اللي ما ممكن ينسي يعني.